يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة بالذات الحلقة هتكون مهمة جدا جدا جدا، ركزوا معنا فيها شوية، خصوصا ان احنا كالعادة هيكون عندنا العديد من الأخبار الهامة جدا وكل ما يخص النادي الأهلي، سواء في الصحف أو في المواقع، وكمان كل ما يخص الأخبار المحلية والعالمية، وده هيكون على مدار الحلقة النهاردة. العد التنازلي لمباراة الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري، هذه المباراة الفاصلة والحاسمة بالنسبة للنادي الأهلي، خلاص ابتدى. المباراة هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة 6 مساء. موقف النادي الأهلي زي ما كلنا عارفينه، كل متابعي النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان عارفين ضرورة الفوز في هذه المباراة عشان إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يتأهل أول عن هذه المجموعة ويواصل مشواره الأفريقي الهام. الهدف الأساسي منه والأسمى هو الفوز باللقب بعد غياب أكثر من 5 مواسم، بالتالي النادي الأهلي بيسعى بكل قوة لتحقيق هذا الهدف، مش بس أنك تتأهل لدور الثمانية من البطولة، لا، ده مجرد خطوة أو دي مجرد خطوة. الخطوة الأهم أنك توصل للنهائي، والمرة دي بقى توصل للنهائي تاخد البطولة، مش تخسر البطولة زي الموسمين اللي فاتوا والتوفيق اللي كان ضد النادي الأهلي وبعض الظروف اللي كلنا كنا عارفينها ومتابعينها بكل تأكيد. بالتالي النهاردة الفريق ابتدى تدريباته واستعداداته لهذه المباراة من خلال مران صباحي، كان مهم جدا جدا. مران كان بداية في محاضرة أكيد من قبل الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي، المدير الفني الأوروجواني المميز واللي كلنا بنسنده أكيد بكل قوة، مش بنسنده هو بس، بنسند كمان كل عناصر الجهاز الفني واللاعبين داخل النادي الأهلي قبل هذه المواجهة الحاسمة، و هنفضل نساندهم حتى استكمال المشوار حتى النهاية، سواء في بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا. احنا دلوقتي في مرحلة حاسمة ومرحلة مهمة جدا ومليئة بالتحديات الهامة. انت عندك هدف أساسي انك خلاص تقفل الملف الأفريقي بتأهل لدور الثمانية، بعد كده تنظر للملف المحلي اللي هيكون فيه تحدي آخر غاية في الأهمية مع نادي الزمالك يوم 30 من هذا الشهر، مباراة من خلالها بإذن الله ممكن تقلص الفارق في حالة فوز الزمالك على المقاولين لنقطة واحدة، بالتالي الضغط يفضل متواصل وبالتالي تقدر إن شاء الله إنك تحتل صدارة الدوري كالعادة. فبالتالي هما تحديين مختلفين، لكن إحنا الفترة دي بنركز على التحدي الأهم حتى يوم السبت القادم، وهي مباراة الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري. بالتالي الاستعدادات قوية جدا، مران كان صباحي، تدريبات استشفائية للاعبين اللي شاركوا في المباراة بشكل أساسي، وأيضا مران بدني قوي نوعا ما لبعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا أو ما شاركوش في المباراة الأخيرة، أو حتى اللاعبين المستبعدين أو مش مقيدين في القائمة الأفريقية. استعدادات هتكون قوية ومتواصلة حتى موعد المباراة، لكن قبل المباراة بيومين بالظبط الفريق هيعسكر هناك في اسكندرية، السفر هيكون يوم الخميس بإذن الله عشان يستعد الفريق بشكل كامل لهذه المواجهة الحاسمة والمصيرية في مشوار النادي الأهلي الأفريقي. مباراة شبيبة الثورة بكل تأكيد مباراة صعبة، لأن أنت بتلعب فريق هو دلوقتي بعد الجولة 5 بيحتل صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. فريق كان ما حدش يتوقع أن هو يبقى بالمستوى ده، لكن خلاص إحنا في أمر واقع، لازم أنت تكسب هذا الفريق بفوز جيد يؤهلك إن شاء الله مباشرة كأول مجموعة، أيضا مباشرة دون النظر للمباراة الأخرى اللي هتكون في نفس التوقيت ما بين سيمبا تنزانيا وفيتا كلوب الكونغولي في تنزانيا، وإن شاء الله النادي الأهلي يحسم الأمور من خلال مساندة جماهيره في استاد الجيش ببرج العرب. طيب، في أخبار سعيدة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، بالتحديد خبرين. الخبر الأول وهو خاص بزيادة عدد الجماهير بشكل رسمي من 10,000 متفرج ل 15,000 متفرج، بعد مجهودات كبيرة جدا قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأيضا مجهودات كبيرة من الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي بشكل عام من خلال التواصل مع الأمن اللي وافق أخيرا على حضور 15,000 متفرج لهذه المباراة. إذا ده خبر صار، أكيد كنا نتمنى الحضور يبقى أكبر من كده 20-25، ويا سلام لو كان يبقى أكتر كمان من 25,000 متفرج، لكن أيا كان ده قرار الأمن وكلنا بنحترمه وكلنا بنساند الأمن خلال الفترة الحالية، لكن الأهم إن شاء الله إن كل ال 15,000 اللي هيكونوا متواجدين في استاد الجيش ببرج العرب يساندوا الفريق لغاية
اخر ثانيه في المباراه زي ما احنا متعودين دايما من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى ورا مواقف مهمه جدا مع الفريق، بتبقى مواقف بتحتاج جمهور النادي الاهلي، بنشوفه بشكل كبير جدا بيكون عنصر اساسي وهام في فوز الفريق حتى لو بعد الدقيقه 90، وده تعودنا عليه على مدار التاريخ بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فبالتالي ده خبر صار جدا ومهم قوي، وهو حضور 15,000 متفرج ومشجع ومتحمس لفوز النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم. والجميل كمان ان ميعاد المباراه هيكون كويس، يعني الساعه 6 عكس ما تكون مباراه الساعه 9 بيبقى في صعوبه شويه في التنقل، خصوصا المباراه في اسكندريه او في استاد الجيش ببرج العرب، فبالتالي في جمهور كتير جدا من بعض المحافظات بيبقى عايز يروح، لكن اعتقد ميعاد المباراه ده هيساعد بشكل اكبر في تواجد ال 15,000 بشكل كامل. واحنا عارفين كويس قوي ان اكتر من كده بكتير عايزين يحضروا هذه المباراه، لكن دعوات كل المصريين اكيد مش جمهور الاهلي بس ان الفريق يقدر يتخطى هذه العقبه، لان النادي الاهلي بيمثل مصر في بطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي ان شاء الله اللي نتمنى باذن الله النادي الاهلي يحققه ويصعد لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. الخبر الثاني الجيد جدا والسعيد بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي وهو محمد الشناوي. كان في تخوف كبير عند الاهلاويه خلال اليومين اللي فاتوا بعد المباراه بالتحديد، بعد ما اتصاب محمد الشناوي في الشوط الاول من مباراه الاهلي وفيتا كلوب هناك في الكونغو، والبعض قال ان اللاعب مش هيلحق المباراه، لكن خلاص اللي احنا بنقوله لكم النهارده ان الشناوي هيلحق المباراه. البعض بيقول ان هو هيكون متواجد على دكه البدلاء، احنا بنقول لكم ان الشناوي باذن الله هيبتدي المباراه بشكل اساسي من بدايتها، حتى لو كلنا ثقة كبيرة جدا في علي لطفي بعد الأداء المبهر اللي عمله في المباراة فور نزوله لأرضية الملعب وتصديه لعدد من الكرات الهامة، لكن الخبر الحصري اللي احنا بنقوله لكم بنسبة 99.9% محمد الشناوي أساسي في مباراة الأهلي وشبيبة الثورة إن شاء الله يوم السبت. الإصابة الحمد لله مش كبيرة قوي، وإن شاء الله يقدر يلحق المباراة، وإحنا بنأكد لكم وده بناء على تأكيدات طبعا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، وبناء على تأكيدات بعض المقربين من اللاعب نفسه وكمان طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، إن الشناوي بإذن الله خلاص هيكون جاهز وهيلعب أساسي، هيلعب أساسي إن شاء الله المباراة، وهيكون متواجد علي لطفي على دكة البدلاء. إذا الأمور جيدة بإذن الله بالنسبة للنادي الأهلي. دول كانوا خبرين مهمين جدا وكنا عايزين نسعد بيهم جمهور النادي الأهلي مع بداية هذه الحلقة. في جزئية أخرى عايزين نتكلم فيها، ولازم جمهور النادي الأهلي الواعي جدا وإحنا كلنا واثقين من الكلام ده ياخد باله من الحتة اللي إحنا هنتكلم فيها دلوقتي. زي ما أنتم متابعين أكيد سواء على السوشيال ميديا، على المواقع، على بعض البرامج، في حملة ممنهجة بتتم ضد إمكانيات وقدرات لاعبي النادي الأهلي والتشكيك في قدراتهم على إمكانية التأهل لدور الثمانية، والتشكيك في بعض اللاعبين بالتحديد. الجمهور الأهلي أو جمهور الكرة المصرية بشكل عام متوقع منهم المزيد والمزيد في المباريات من حيث الأداء، فبالتالي لازم يبقى كلنا ثقة وكلنا دعم وراء كل اللاعبين اللي بيمثلوا النادي الأهلي خلال الفترة دي. مش عايزين ندي فرصة لحد خالص إنه يشكك في قدرات لاعبي النادي الأهلي. والجميل إن جمهور النادي الأهلي عمل هاشتاج بعنوان جمهور الأهلي يثق بلاعبيه. الهاشتاج ده تقريبا يعني في ساعتين أو أكتر قليلا وصل ل 400,000 تغريدة على تويتر، وده شيء مميز وبيدل على إيه؟ بيدل على الوعي الكامل من جمهور النادي الأهلي. لما بيبقى في حملات ممنهجة بنشوفها، نفس الكلام بيتقال سواء في المواقع أو في البرامج، بجمهور النادي الأهلي بياخد باله من هذه الحملات وبيبقى عارف كويس الغرض إيه، رغم حاجة غريبة جدا إن أنت تكون بتهدف كمصري لخروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مش عارف ليه، ده ممثل مصري. واحنا اكيد بنتمنى زي ما الاهلي يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، نتمنى الممثل مصر في الكونفدراليه نادي الزمالك ان هو يفوز ايضا كمان بالكونفدراليه، وكمان يا ريت منتخب مصر يفوز ببطوله الامم الافريقيه ان شاء الله اللي هتقام في مصر في شهر 6 القادم. هيبقى موسم اكثر من رائع بالنسبه لكل المصريين لما ناديين بحجم الاهلي والزمالك وجماهيريتهم الكبيره يفوزوا بالبطولتين دول، والمنتخب المصري كمان يفوز ببطوله الامم الافريقيه. فدي جزئية كنا عايزين نتكلم فيها ومهم جدا جمهور النادي الأهلي الواعي بكل تأكيد، وواضح من خلال التغريدة اللي أطلقوها أو الهاشتاج اللي أطلقوه على تويتر جمهور الأهلي يثق بلاعبيه. كلنا ثقة بكل لاعبتنا وجهازنا الفني
إن شاء الله في الصعود للأدوار المقبلة والتأهل بعيدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. طيب إحنا طبيعة برنامجنا إيه؟ زي ما أنتم عارفين بنتناول كل الأخبار اللي بتتكتب عن النادي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع، ولو في أخبار غلط بنحاول نوضحها لحضراتكم، لأن أنتم دايما بتبقوا مهتمين بأخبار الفريق ومهتمين بأخبار النادي الأهلي بشكل عام مش فريق الكرة بس، فبنحاول نقول لكم دايما الحقائق بشكل صادق جدا جدا جدا. فبالتالي كل الأخبار اللي احنا هنتكلم فيها على مدار الحلقة دي كوم، والخبر اللي انا هبتدي بيه حلقة النهاردة ده كوم تاني خالص، ودي أول مرة نعملها يعني في البرنامج إن احنا نبتدي بخبر من ضمن الأخبار اللي اتكتبت على النادي الأهلي في الصحف وبالتحديد في جريدة المصري اليوم، وهو خاص أو خبر خاص بتصريح على لسان رئيس نادي الزمالك، واللي بيقول إن الأهلي بيصدر أزمات من الهوى. الخبر اللي انتوا شايفينه على الشاشة ده من المصري اليوم، جريدة المصري اليوم، والزميل العزيز كريم أبو حسين اللي كاتب الخبر ده، وبيقول إن الأهلي يصدر أزمات من الهوى، والكلام ده هو واخده على لسان رئيس نادي الزمالك. وفي الحقيقة هي حاجة غريبة جدا أو خبر غريب جدا، أنا عايز أعلق عليه بصراحة، بس قبل ما أعلق عليه خلينا نروح لمسؤول مهم جدا داخل النادي الأهلي، هو اللي علق لنا في الأول طبعا على هذا الخبر، وهو الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. يا أستاذ شريف مساء الفل على حضرتك. نور يا أمير، تحياتي ليك ولمشاهديك الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام بخير، وطول ما الأهلي بخير إحنا بخير. الحمد لله. الأهلي بيصدر أزمات للكرة المصرية بشكل عام من الهوى، خبر طريف شوية أو ممكن يكون كوميدي شوية، تعليق حضرتك إيه؟ الحقيقة الموضوع يستدعي طبعا توضيح ورفض لصياغة خبر بهذا الشكل وهكذا الكلام، لأنه كما تعلم يا أمير النادي الأهلي العظيم يعلم النادي الأهلي لا يصدر أي أزمات ولا يتدخل فيما لا يؤديه إطلاقا، هذه واحدة. اما الثانيه فالخبر تفاصيل، نتكلم عن مباراه الزمالك والمقاولين اللي بيرغب نادي الزمالك في تاجيلها، النادي الاهلي ليس طرفا اطلاقا في موضوع التاجيل، اتحاد الكره هو صاحب الحق والقرار بصفته الجهه المنظمه للبطوله، فيتخذ قرار التاجيل من عدمه يعني النادي الاهلي ليس له اي موقف ولا اي تعليق، وكل ما اثير في وسائل الاعلام رفض النادي الاهلي او وضعه بخصوص ارجاء هذه المباراه هو كلام عاري تماما من الصحه، وموقف الاهلي بيتمثل في التالي الا وهو الدعم لكل الانديه الشقيقه وخاصه نادي الزمالك في مهمتهم الوطنيه او القوميه في البطوله الافريقيه، لانه الزمالك لما بيلعب باسم مصر طبعا، النادي الاهلي ما بيلعب في دوري ابطال افريقيا باسم مصر، وبالتالي عندما تكون المظله هي مصر فلا حديث عن يعني تحزبات او طوائف او تشجيع. طيب موقف النادي الاهلي ومجلس ادارته قال الكابتن محمود الخطيب واضح، لا علاقه للنادي الاهلي بهذا الامر، بل بالعكس النادي الاهلي يدعم نادي الزمالك في هذه المباراه وفي هذه البطوله، وبنتمنى له كل التوفيق فيها. اما الحديث عن التاج باسم النادي الاهلي وانه بيخترق ازمات او يهوى يعني مشاكل فهذا كلام عاري من الصحه، وموقف الاهلي تدل على هذا الامر. واللافت امير او اللي احب اؤكد عليه انك لن تجد تصريح واحد على لسان مسؤول فعلا او من خلال منظومه النادي الاهلي الاعلاميه بيتكلم عن مباراه الاهلي والمقاولين، كلها اجتهادات صحفيه، وبالتالي كان مهم ان احنا نوضح هذا. يعني ما فيش اي تصريح رسمي خرج من النادي الاهلي بخصوص مباراه الزمالك والمقاولين وان الاهلي ممكن يعترض على تاجيل هذه المباراه، مفيش اي كلام رسمي خرج خالص من النادي يا استاذ شريف. وثني على كلامك واعيد التاكيد، تمام، لم يصدر اي تصريح رسمي من اي مسؤول في النادي الاهلي ولا اي من يعني منصاته الاعلاميه بشان مباراه الزمالك والمقاولين. هذه واحده. الثانيه، الاهلي ليس طرفا في تاجيل المباراه، واذا كان التاجيل يصب في صالح نادي الزمالك فالنادي الاهلي يدعم نادي الزمالك بكل قوة في طريقه نحو الصعود لدوري المجموعات والفوز بهذه البطولة، فهو يلعب باسم مصر. هذا هو موقف النادي الأهلي. تمام. طيب أستاذ شريف فؤاد، لازم أسألك في حالة
تأجيل مباراة الزمالك مرة أخرى لما بعد يوم 20 أو لما بعد مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك؟ هل من الوارد إن احنا نشوف موقف من النادي الأهلي في هذا التوقيت، ولا الأمور لسه هيبقى فيها مداولات في مجلس إدارة النادي الأهلي؟ يعني احنا مش عايزين نسبق الأحداث يا أمير، يعني كويس. أصل البعض بيتكهن بالموضوع ده. لا لا، احنا أنت عارف النادي الأهلي لا يتربص ولا يعني يدخل في خلافات ولا يشتغل. النادي الأهلي ما عندي بالحفاظ على حقوقه ومبدأ تكافؤ الفرص، وهذا الموقف عبر عنه مجلس الإدارة باجتماعه العظيم والتاريخي اللي خرج في 8 بنود، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، وثبت للعالم كله وليس لمصر فقط أن النادي الأهلي كان متخذ هذا الموقف، ولم يكن هناك موقف متخذ ضد أي نادي. يعني وقتها قلنا برضو أن احنا لسنا ضد طلب نادي بيراميدز بإرجاء مباراته، له الحق في هذا الطلب، احنا مشكلتنا مع اتحاد الكورة لمدير المنظومة 1 2 3. وعلى الرغم من ذلك النادي الأهلي لا بيهوى معارك ولا بيهوى إثارة. النادي الأهلي نادي كبير وهو أكبر مؤسسة في رياضية في هذا البلد، وعليه أن يساعد منظومة الرياضة. نتمنى نجاح كل البطولات التي نظمها اتحاد الكرة، ولكننا نتحدث دائما في إطار من الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص بين كل الأندية المتنافسة. كل التقدير لكل أندية مصر المشاركة في كل البطولات المحلية، وأيضا الفرق التي تمثل مصر في البطولات الأفريقية، مش مجرد ان احنا بنتمنى لهم الفوز وتمثيل مصر تمثيل مشرف، لا، احنا بنتمنى الحقيقه وبنقول ان احنا داعمين ليهم، ولن يتوانى النادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود خطيب عن تقديم كل سبل المسانده لهذه الانديه التي تمثل مصر في النهاية الوطن الغالي علينا جميعا. استاذ شريف فؤاد، في الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح، وكلام اكيد كان مهم جدا قاله بخصوص هذا الخبر ابتدينا به حلقه النهارده. استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. وفي الحقيقه هو خبر غريب جدا، وكان لازم ان احنا نعلق عليه، واحنا حاولنا ان احنا نعلق عليه من مصدر مهم داخل النادي الاهلي، هو المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، اللي قال بشكل واضح جدا لكل اللي بيثيروا هذه الازمات وكل اللي بيحاولوا يعملوا احتقان ما بين الجماهير، ان النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيدعم بشكل كامل اي ممثل للكره المصريه في اي محافل افريقيه. يعني معنى كده ايه؟ ان الاهلي بيدعم الزمالك في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. معنى كده ايه ايضا؟ النادي الاهلي ما علقش اطلاقا اطلاقا على موضوع تاجيل مباراه الزمالك والمقاولون العرب، كلها تكهنات. وعشان كده اصريت اساله في حاله ان المباراه لو تاجلت مره ثانيه كلها امور فعلا زي ما هو قال كده سابقه لاوانها، لكن عشان يبقى في رد على كل الناس اللي بتعمل هذه التكهنات او كل الناس اللي بتتوقع اللي ممكن يحصل ايه، فاحنا بنجيب لكم الرد من داخل النادي الاهلي. الغريب كمان في الخبر على حد ما انا قريته يعني في الحقيقه، ان رئيس نادي الزمالك مستاء من اقحام النادي الاهلي لاسم نادي الزمالك في كل حاجه. هو ده اللي بيحصل؟ يعني العكس مش عارف، يعني هي حاجه غريبه، كلام بيحصل بالعكس. يعني انت ممكن تكون انت اللي بتقحم في بعض الازمات باسم النادي الاهلي، ويتقال عليك ان انت اللي بتقحم اسم نادي اخر في ازماتك، لكن ما علينا. المهم يا جماعه لازم كلنا نكون ايد واحده، وتتضافر كل الجهود للمسؤولين المصريين في كل الانديه، الاتحاد المصري، الاهلي، الزمالك، كل الانديه خلال الفتره الحاليه، سواء في مسانده النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، مسانده نادي الزمالك في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، وكمان الدعم، كل الدعم لاتحاد الكره وبالتحديد المنتخب المصري لكره القدم في بطوله الامم الافريقيه. ده كان خبر لازم او وجب التعليق عليه، ونتمنى كل الناس ان هي تكون سمعت المداخله دي. وده موقف النادي الاهلي الواضح واللي مش جديد اطلاقا على النادي الاهلي على مدار العصور والاعوام الماضيه العديده. طيب خلينا نتكلم عن جزئيه اخرى، بس خلينا نبتدي في البدايه باهم عناوين حلقتنا النهارده، لان احنا خدنا وقت كتير جدا في المقدمه وبدايه هذه الحلقه. خلينا نروح نشوف اهم العناوين. عبد الحفيظ الشناوي جاهز لمواجهة بطل الجزائر. الفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة التأهل. محاضرة من لاسارتي للاعبين وتعليمات خاصة للمدافعين. اتحاد الكرة يعلن عن مكافآت كأس الأمم.
انتفاضة أوروبية ضد فساد مونديال 2022. الليلة يوفنتوس في مهمة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. طيب كلها في الحقيقة أخبار مهمة جدا، سواء بتخص النادي الأهلي أو أخبار محلية أو كمان أخبار محترفين في الخارج أو حتى كمان أخبار محلية عالمية. بالتحديد عايز أتكلم سريعا عن محمد صلاح والحملة اللي معمولة على محمد صلاح خلال الكام ساعة الماضيين. اللاعب بالأمس أنه هو حقق كل حاجة وأنه وصل لمستوى عالي جدا وأنه هو مش عارف إيه. يا جماعة إحنا لازم ندعم الكوادر الناجحة عندنا في البلد بشكل عام وبالتحديد في الرياضة. خلينا إحنا في الرياضة، محمد صلاح ده حاجة عمل إنجازات محدش كان يتوقع إن مصر يعملها، فليه بنحاول نحارب الناجح عندنا في الرياضة بشكل عام أو بالتحديد خلينا في الرياضة. نتمنى الفترة اللي جاية في كل المنافسات اللي هو بياخدها مع فريق ليفربول ده، احنا كلنا بنشجع الفترة دي ليفربول عشان خاطر محمد صلاح، وإن لاعب مصري ممكن يحقق إنجازات على المستوى والمحافل العالمية والأوروبية. ربنا يا رب كمان يكرمه بكرة في مواجهة بايرن ميونخ، هتبقى مباراة صعبة جدا في الأليانز أرينا في ألمانيا، وهتبقى مباراة أكيد غاية في الصعوبة بعد ما تعادلوا في الأنفيلد في ليفربول بنتيجة 0. سل الدعم يا جماعة، مش عايزين نهبط من الكوادر اللي ناجحة عندنا، يعني حاجة غريبة الصراحة. وطبعا مباريات الدوري ابطال اوروبا هتكون مباريات قوية جدا، واهمها النهارده مباراة اتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في ايطاليا، وكمان مباراة مانشستر سيتي مع شالكا، وخصوصا ان فرص مانشستر سيتي هي الافضل. بالمناسبة كمان من ضمن الاخبار المهمة النهارده كان في ماتش للاتحاد الاسكندري بنتيجة 2-1، احرز الاهداف خالد قمر للاتحاد واحمد توفيق، والهدف الوحيد للجونة احرزه محمد ناجي جدو. وهيكون في مباراة اخرى في الدوري المصري ما بين سموحة والاسماعيلي في تمام الساعة 6:00 مساء. خلينا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الأهرام، الأهلي يعود للتدريبات للشناوي. الأخبار، قلق قبل مواجهة الثورة وفحص جديد للشناوي والفريق يستأنف تدريباته اليوم. الأخبار المسائي، الأهلي يطلب دعما جماهيريا، محاولات لزيادة العدد أمام الثورة والفريق يعسكر مبكرا في برج العرب. تابع، الإغراءات الخليجية تهدد عودة مارسيلو للأهلي في الصيف. اليوم بداية الاستعداد لمواجهة شبيبة الثورة الجزائري، ولاسارتي يدرس إعادة الجوكر للتشكيل الأحمر. طيب أهم هذه الأخبار، وإحنا اتكلمنا في بداية الحلقة مع حضراتكم إن هيكون متواجد بشكل أساسي في أرضية الملعب وفي المواجهة الحاسمة أمام فريق شبيبة الثورة. ده طبقا للمعلومات احنا خدناها ومؤكدة بإذن الله، الشناوي هيكون متواجد، وده اللي كان بيتكلم فيه الأهرام وقالت إن في فحص طبي أخير للشناوي، وكمان استعدادات النادي الأهلي في لفريق شبيبة الثورة الجزائري، وهي احنا طبعا أكيد استعدادات قوية جدا، لكن دايما استعدادات النادي الأهلي بتبقى بالشكل القوي قبل أي مواجهة سواء محلية أو أفريقية، وبيبقى الهدف الأساسي زي ما احنا عارفين دايما هو الفوز بأي مباراة بيخدها النادي الأهلي، وده اللي تعود عليه جمهور النادي الأهلي دايما. أيضا الأخبار النهاردة بتتكلم على أن في قلق شوية قبل مباراة شبيبة الثورة. هو مش قلق، يعني بعض الكلام اللي ممكن يجي في ذهن الجماهير أن لا قدر الله الأهلي ممكن ما يتأهلش أو حاجة، فطبيعي يبقى في ترقب لهذه المباراه. هو قلق حذر وفي ثقه اكيد من كل اللاعبين في انفسهم ومن الجهاز الفني في ان شاء الله الامكانيه الكبيره لتخطي هذه العقبه. مش هيكون في قلق ولا حاجه، القلق هيتلغي بالدعم الكامل من الجماهير للاعبين. ال 15,000 متفرج ان شاء الله هيكون ليهم دور كبير جدا في تاهل النادي الاهلي بشكل جيد ومبكر ومريح بالنسبة للفريق لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأخبار المسائي بتتكلم عن الأهلي بيطلب دعما جماهيريا
وده خلاص بشكل رسمي خلاص بقى 15,000 متفرج بعد تواصل النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي مع الامن في محاوله لزياده عدد الجماهير. وكان زي ما كان معانا امبارح مداخله مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وقال ان احنا كنا بنحاول ان احنا نزود عدد الجماهير ل 20 او 25,000 متفرج. النهارده المحاولات نجحت بنسبه ما ان الفريق او الجماهير هتحضر بعدد متفرج حاجه جيده. اي فرد زياده من جمهور النادي الاهلي هيضيف اكيد للاعبين في ارضيه الملعب. فبالتالي 15,000 متفرج بصوتهم وحماسهم الكبير ان شاء الله هيساعدوا الفريق في تخطي عقبه فريق شباب الثوره في هذه المباراه المصريه. الفريق هيعسكر مبكرا واحنا زي ما قلنا لحضراتكم يعني في الغالب هيتم التحرك لبرج العرب عشان يعسكر الفريق 48 ساعه قبل هذه المباراه ويكون في تركيز كامل في معسكر مغلق هيكون هام جدا. اليوم السابع بتتكلم عن حسين السيد لاعب النادي الاهلي المعار للاتفاق السعودي. وبتقول ان في اغراءات خليجيه بتهدد عوده مارسيلو، طبعا ده اللقب الخاص بحسين السيد عشان شبيه مارسيلو سواء في شعره شويه ممكن في ادائه، لان لكن رغم ان مارسيلو ما حدش يقدر يجيب اداء مارسيلو يعني حارس او لاعب باك ليفت عالمي تاريخي اكيد في ريال مدريد، لكن مهم يعني ان في على حد وصف او حد كلام اليوم السابع ان في عروض بتيجي لمارسيلو من الخليج وبتحديد من الدوري السعودي، ويقال ان في احد الفرق الكبيره في السعوديه بتسعى لاعارته للاتفاق السعودي واللي هتنتهي مع نهايه هذا الموسم. لكن الموضوع ده سابق لاوانه، حتى الان ما فيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص حسين السيد. وايضا في تفكير او ربما ان يكون في تفكير عند الجهاز الفني للنادي الاهلي بالاستعانه بحسين السيد مع بدايه الموسم الجديد. ليه؟ لان انت عندك علي معلول وعندك محمود وحيد. هتقول لي عندنا كمان ايمن اشرف، ايمن اشرف بيصنف في الفتره الحاليه كمساك كمدافع. فبالتالي ممكن تحتاج حسين السيد لتامين هذا المركز بشكل كامل جدا، فبالتالي الامور لسه بدري شويه على حسم هذا الملف الخاص بحسين السيد، لكن هو في الحقيقه بيأدي اداء ومستويات رائعه في الدوري السعودي. جزئيه ان لاسارتي بيدرس اعاده الجوكر، لعيب وحشنا كلنا، عنده امكانيات وخبرات عظيمه جدا 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 وهيضيف ان شاء الله بكل تاكيد للاداء والنتائج الخاصه بفريق الكره بالنادي الاهلي. كلها افكار ممكن يكون بيفكر فيها الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي بالدفع باحمد فتحي. هنشوف الكلام ده في المباراه باذن الله، لكن الثقه كلها في اي لعيب اي 11 واحد هتلاقيه قادرين بشكل كبير جدا على الفوز بثلاث نقاط ومن ثم التاهل لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. دي كانت اخبار الاهلي في الجرايد، نروح نشوف اللي اتقال على الاهلي في المواقع. الموقع الرسمي للأهلي: الأمن يوافق على زيادة جماهير الأهلي إلى 15,000 في مباراة. الموقع الرسمي للأهلي: لاسارتي يجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران. بوابة أخبار اليوم: مران استشفائي للاعبي الأهلي بعد مواجهة فيتا كلوب. بوابة الأهرام: تعليمات خاصة من لاسارتي لمدافعي الأهلي. قمة الشباب تدفع الأهلي للتصعيد وجوه جديدة في حراسة المرمى. فيتو: الشناوي يكتفي بجلسة علاج طبيعي والتأهيل بمران الأهلي. الموقع الرسمي للأهلي: عبد الحفيظ الشناوي جاهز لمباراة شبيبة الثورة. يلا كورة: طارق سليمان ليلا كورة الشناوي بديلا لعلي لطفي امام شبيبه الثوره. ده قبل الخبر الحصري اللي احنا قلناه لحضراتكم ان الشناوي ان شاء الله هيكون متواجد بشكل اساسي في هذه المباراه. سوبر كوره: الاهلي يختار بترو سبورت لاستضافه مباريات الدوري حبا في الجماهير. زي ما قلت لحضراتكم ان الكلام كله دلوقتي هيكون عن مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، هذه المباراه الهامه والمصريه بالنسبه للفريق. فبالتالي الموقع الرسمي قال خبر وهو خاص بالجماهير، وزي ما قلت لحضراتكم هيكونوا 15,000 مشجع مؤازرين للنادي الاهلي في هذه المباراه من مدرجات استاد الجيش ببرج العرب، وكل التوفيق ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في
هذه المباراة الهامة والمصيرية إن شاء الله. ايضا الموقع الرسمي بيتكلم على ان مستر لاسارتي قبل مران اليوم كان عنده اجتماع مهم جدا مع اللاعبين، وحديث اكيد كان مفصل عن بعض الاخطاء اللي ممكن يكون الاهلي سواء ايجابيات او سلبيات بيتم الحديث فيها بعد كل مباراه، ده شيء معتاد بشكل كبير جدا عشان يتم تدارك هذه الامور مع القدوم او مع المباريات القادمه الهامه بالنسبه للفريق، وامكانيه ومحاوله التحسين الدائم من الأداء الخاص بالنادي الأهلي والنتائج بكل تأكيد. يعني بوابة أخبار اليوم أيضا بتتكلم عن شفاء للاعبي النادي الأهلي، وده شيء طبيعي بعد أي مباراة بيكون في تدريبات الاستشفائية اللي بيحاول من خلالها الجهاز الفني إن هو يرفع الإجهاد شوية عن اللاعبين بعد أي مباراة بيكون فيها يعني التحامات قوية أو جهد بدني كبير بيقوم به اللاعبين على أرضية الملعب، وعمليات الاستشفاء بتبقى مهمة جدا 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 عشان يتم حماية اللاعبين من الإصابات العضلية بالتحديد. فإن شاء الله نتمنى إن الأمور كلها تسير بالشكل الجيد. بوابة الأهرام بتتكلم على إن في تعليمات خاصة من مستر لاسارتي للمدافعين، وفي هذا الخصوص بالتحديد عايز أقول لحضراتكم إن مستر مارتين لاسارتي مقتنع جدا جدا بلعب الفريق سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وشايف أنه هو من أحد اللاعبين اللي عندهم خبرات ودي حقيقة، ومن أحد اللاعبين اللي عندهم شخصية في الملعب ودي حقيقة، ومبسوط جدا من أداء سعد سمير وبالتحديد في المباراة الأخيرة أمام فريق فيتا كلوب. الهدف طبعا لا يسأل عليه خط الدفاع، أو بالتحديد ما يسألش عليه علي لطفي يعني حارس الفريق، فبالتالي طبيعي ان يكون في تعليمات للمدافعين دي او في محاوله للتخلص من بعض الاخطاء الدفاعيه اللي وارد حدوثها بشكل طبيعي في اي مباراه من المباريات لاي فريق من الفرق يعني. طيب خلاص قلنا خبر ان الشناوي هيكون متواجد في مباراه شبيبه الثوره، وقلنا كمان ان يعني ده كلام يلا كوره ان الكابتن طارق سليمان قال لهم ان الشناوي هيكون بديل لعلي لطفي، لا هو ان شاء الله الشناوي هيشارك في المباراه، حتى لو شارك علي لطفي لعيب جامد جدا وحارس جامد جدا وعمل مباراه رائعه في المباراه السابقه لما نزل رغم الضغوط الكبيره ورغم صعوبه المباراه وصعوبه ارضيه الملعب وكل حاجه كانت صعبه والمناخ كمان كان حر قوي والرطوبه كانت عاليه جدا، اي حد فيهم هيلعب يا جماعه ان شاء الله هيكون بيساهم بشكل قوي في فوز الفريق. احنا الاهم بالنسبه لنا ان الامور تكون كويسه، اهم بالنسبه لنا يكون في حارس بديل، وده اللي هيحصل، والبديل هيكون علي لطفي والاساسي هيكون محمد الشناوي. طيب كويس، خلينا نروح لشريف شعبان مراسل قناة الأهلي واللي حضر مران الفريق صباح اليوم عشان يطمننا على كل ما يخص فريق النادي الأهلي في هذه الأيام الهامة جدا قبل مباراة مصيرية وحاسمة. يا شريف مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميل أمير، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. ما قلت بإذن الله الشناوي هيكون موجود إن شاء الله أساسي أو بديل، رؤية فنية بس بإذن الله النهارده يمكن من تمرينه النهارده عشان طمن جماهير النادي الأهلي، والنهارده اكتفى بتدريبات الجيم ولكن الورم بدأ يقل شوية في رجليه، فبإذن الله بإذن الله هيكون موجود في المباراة أساسي أو احتياطي، لسه المباراة يوم السبت فهيبان، بس هو بإذن الله موجود في مباراة شباب الثورة الجزائري يوم السبت إن شاء الله بإذن الله. فيما يخص بقى المران النهارده وكلام مستر لاسارتي مع اللاعبين والاستعداد إن شاء الله للمباراة الهامة أمام فريق شبيبة الثورة، طمنا بشكل كامل يا شريف على فريق النادي الأهلي. يمكن التدريب كان الساعة 11 ظهرا، يمكن مستر لاسارتي وكابتن سعد حفيظ طبعا مدير الكرة وباقي الجهاز يمكن اجتمعوا مع اللاعبين حوالي ربع ساعة في أرض الملعب، اتكلموا عن مباراة فيتا كلاب وما ينفعش وما يصحش نتيجة هذه المباراة هو الهزيمة من فيتا كلاب مع كامل الاحترام للمنافس، ولكن الأهلي كان قادر على الفوز، الأهلي مرحلة حرجة ولا بد من الفوز على فريق شبيبة الثورة الجزائري وتقديم عرض مشرف يليق باسم النادي الأهلي لمصالحة جماهير النادي الأهلي والتأهل إلى الدور المقبل. يمكن اللعيبة تعهدوا مع في الجلسة اللي اتكلم فيها طبعا مستر لاسارتي وكابتن سيد على تقديم أداء مشرف وأداء قوي لصالحه بشبيبة الثورة الجزائري يوم السبت المقبل. يمكن بعد هذه المحاضرة اللاعبين اللي شاركوا في مباراة فيتا كلاب طبعا كان النهارده عندهم تدريب خفيف
يمكن استشفاء اكتر منه وتدريب، ثم الاحماء في الملعب، ثم على طول مغادره الملعب وتدريبات الجيم ومغادره ملعب مختار التتش. يمكن باقي اللاعبين اللي ما شاركوش في هذه المباراه، يمكن النهارده كان عندهم تدريبه بدنيه قويه، يمكن عمل تقسيمه رجع فيها الحمد لله حسام عاشور وصلاح محسن ومحمد نجيب العائد بعد فتره غياب طويله، التايل مستمر على الجانب الاخر لعمر جمال، طارق سليماني كابتن طارق سليماني طبعا مدرب الحراس، صعد اثنين حراس ناشئين يمكن حمزه ورمضان علشان خاطر طبعا الشناوي وعشان خاطر شريف اكرام مش موجودين، فصعد الاثنين الحارسين وموجود طبعا علي لطفي النهارده اللي عمل النهارده يمكن التدريب في اخر او يعني زود بعد ما عمل التدريبات النهارده الخفيفه، يمكن ختم تمرينه مع الكابتن طارق سليمان، يمكن مستر لاسارتي والجلسات مستمره على طول بانتظام، على طول حريص يكون في جلسات مع اللاعبي على لاعبي النادي الاهلي على حده، يمكن كان في جلسه مع سعد سمير حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن يمكن موقف سعد الفترة المقبلة، طالب سعد التركيز أكتر من كده، طالب سعد يكون يقدم طبعا يعني شكل أفضل من كده، ويمكن سعد يعني استقبل توجيهات الراجل بشكل كويس جدا، وسعد تعهد مع الراجل برضه إن هو هيكون على حسن ظنه الفترة المقبلة، إن سعد لعيب كبير ويعمل الفارق طبعا دايما في خط دفاع النادي الأهلي أو خط دفاع منتخب مصر. يمكن في نهايه المران احمد فتحي ما اكتفاش بالمران وكان حريص ان يكون في تدريبات اضافيه مع مدرب الاحمال، احمد فتحي عاوز يرجع نفسه بكل قوه، احمد فتحي عاوز يبقى ليه دور فعال الفتره المقبله علشان يفرق مع النادي الاهلي، ومين يقول ان احمد فتحي يعني ما يفرقش، احمد فتحي لاعب كبير، فباذن الله جماهير الاهلي الفتره المقبله هتلاقي احمد فتحي في ستايل جديد، احمد فتحي جديد في جديد باذن الله يعمل الفارق مع النادي الاهلي الفتره المقبله. بطمنك زميلي امير ان النادي الاهلي باذن الله يوم السبت هيكون في ظهور متميز، لان الناس اللعيبه يعني متعاهده النهارده تعاهدوا مع نفسهم على تقديم اداء مشرف، على تقديم اداء يليق باسم النادي الاهلي ومصالحه جماهيرهم باذن الله في الفوز على شبيبه الثوره الجزائري يوم السبت. زميلي امير اتفضل. ان شاء الله بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي اتكلم وقال لنا في مداخله كل الاخبار اللي بتخص فريق النادي الاهلي ويمكن ايده بالنسبه للاهلاويه وهي خاصه بمشاركه حسام عاشور وعودته من الاصابه، بيشارك في التدريبات الجماعيه سواء هو او صلاح محسن ومحمد نجيب، ثلاثي مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للخيارات اللي ممكن يدوها لمستر مارتين لاسارتي في اختيار بعض اللاعبين في المشاركه في المباريات بشكل عام، فبالتالي اكيد اي لاعب يعود من الاصابه هيكون اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي. فيما يخص سعد اكيد الجلسه اللي هو بيقول عليها شريف شعبان يعني اكيد جلسه اشاده من الراجل، وده على حد المعلومات اللي احنا وصلنا ليها، اشاده لسعد سمير، كمان عوده احمد فتحي اكيد هتبقى عوده مهمه جدا، هل هيشارك في المباراه ولا لا، كلها طبقا للرؤية الفنية الكاملة لمستر مارتن لاسارتي ومساعديه في الجهاز الفني للنادي الأهلي، وزي ما قلت لحضرتك كلنا وراه وكلنا ثقة فيه إن شاء الله إن هو يحقق الطموح وجمهور النادي الأهلي بتخطي هذه العقبة والفوز إن شاء الله بإذن الله بهذا اللقب الأفريقي الغالي وتحقيق اللقب التاسع في بطولات دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي. نروح نشوف الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفين في الخارج، يلا بينا. 20,000 جنيه مكافأة الفوز للاعبين في كل مباراة بأمم أفريقيا 2019. البوابة سبورت، محافظة القاهرة يتابع الاستعدادات لبطولة أفريقيا. سوبر كورة، أبو ريدة يتوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الفيفا. بوابة أخبار اليوم، عامر حسين نتمنى عودة الجمهور بشكل طبيعي. بوابة فيتو، جهاد جريشة يدير لقاء بروندي والجابون بالتصفيات الأفريقية. الأخبار المسائي، انطلاق معسكر منتخب الصلاة 1 إبريل. محمد صلاح، سعيد لتضحيتي بحلمي من أجل تحقيق حلم ليفربول. بوابة الشروق، كلوب ليفربول يجب أن يكون استثنائي أمام بايرن ميونخ. الدستور، انتفاضة أوروبية ضد فساد مونديال الدوحة، و90% من الإنجليز يؤيدون العموم البريطاني يطالب التحقيق من فيفا في فضيحة الرشوة القطرية. بوابة الوفد،
يوفنتوس يعلق أحلامه على رونالدو أمام أتلتيكو، ومانشستر سيتي يخشى مفاجآت شالكة. كورة، خطة جديدة للتخلص من نجم مانشستر. يلا كورة. موندو، زيدان حسم موقفه من رحيل مارسيلو. في الجول، حبس مشجع بيرمنغهام المعتدي على قائد أستون فيلا 13 أسبوعاً. سبورت 360، عائلة ديليخت تقربه من انتقال إلى برشلونة. كلها أكيد أخبار هامة جدا، سواء محليا أو عالميا أو كمان فينا في الخارج. خليني أبتدي معاكم محليا، وبالتحديد من اليوم السابع، واللي بتقول إن هيكون في 20,000 جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب مصر بعد أي فوز في بطولة الأمم الأفريقية. خليني أقول لكم 20,000 جنيه يعني حوالي 1,000 دولار تقريبا. بس المكافآت دي من الوارد جدا انها تتضاعف طبعا بعد ان شاء الله باذن الله ما يتاهل المنتخب من مبدئيا كده اول 3 ماتشات، كل ماتش هتكسب في بطوله الامم الافريقيه هتاخد 20,000 جنيه. اللي بعد كده ان شاء الله ممكن اللائحه ممكن يا اما تتغير يا اما تتعدل يا اما يكون في بعض الامور، لكن اكيد هيكون في حوافز اكبر سواء للجهاز الفني لقياده مستر اجيري او بالنسبه للاعبين في تخطي كل مباراه. لكن لاعبي منتخب مصر مش مستنيين اكيد هذه المكافآت، هي متعتبره في واجبهم الوطني اللي ان شاء الله هيأدوه خلال بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتنطلق يوم 21 من شهر 6 القادم. فبالتالي كل الدعم لكل المنتخب وكل العناصر اللي هيتم اختيارها، اللي اعتقد ان هي هتختلف بشكل كبير جدا عن العناصر اللي تم اختيارها للمعسكر المقبل اللي هينطلق يوم من الشهر الجاري، واللي هيكون او هيتخللوا مباراتين. مباراه هتكون امام فريق النيجر في اخر جولات تصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، والامور خلاص محسومه كده كده. والمباراه الاخرى اللي هتكون يوم 26 النيجر هتكون 23، والمباراه بتاعت 26 هتكون مع نيجيريا، مباراه وديه هتكون مهمه ايضا علشان المنتخب الوطني المصري ومستر اجيري وجهازه مع بعض الاسماء وامكانيات البعض الاخر في مدى صلاحيتهم بالتواجد في قائمة المنتخب المصري خلال بطولة الأمم الأفريقية، وهذه البطولة اللي أصبحت مطلب رئيسي عند كل الشعب المصري بعد ما خلاص هتستضيف البطولة في الملاعب المصرية. فبالتالي هتبقى وحشة قوي لا قدر الله لا قدر الله لو ما فزناش بهذا اللقب والبطولة رقم المصرية في بطولات الأمم الأفريقية. عندنا عناصر في الحقيقة كبيرة جدا ورائعة جدا، وإمكانيات هائلة عند كل اللاعبين المصريين او حتى عند اللي هيتم اختيارهم يعني نهائيا، يقدروا بشكل كبير جدا ان انت تفوز او يساعد المنتخب في الفوز بهذا اللقب الغالي. لسه بنتكلم عن بطوله الامم الافريقيه، والبوابه سبورت بتقول ان محافظ تابع الاستعدادات لهذه البطوله، واكيد اكيد المتابعات هتكون من اعلى الجهات في الدوله، خصوصا ان لازم ان شاء الله باذن الله في هذه الفترة المهمة جدا بالنسبة لجمهورية مصر العربية إن البطولة تظهر بالشكل والتنظيم اللائق المعتاد من قبل المصريين. شفنا قبل كده وهعيد، زي ضمن بطولة الأمم الأفريقية 2006 كانت حاجة رائعة جدا محدش قادر ينسى الأيام دي. نظمنا بطولة كأس العالم للشباب في 2009 كانت حاجة أيضا رائعة جدا ومحدش يقدر برضو ينسى الفترة دي. فبالتالي منتظر، طالما انت بتنظم اوريدي بطولات بشكل جيد فمنتظر ان انت تنظم البطوله دي بشكل اكثر روعه من السابقه. فبالتالي محافظ القاهره اللواء خالد عبد العال بيتابع بشكل مستمر الاستعدادات لتنظيم هذه البطوله. احنا عايزين البطوله تبقى تنظيميا ناجحه وفنيا تبقى رائعه
والأهم من كل ده أن المنتخب إن شاء الله يفوز بالبطولة. طيب بوابة أخبار اليوم، حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، واللي في الحقيقة كل التحية لي في المجهودات العظيمة اللي بيبذلها لاستكمال بطولة الدوري وبطولة كأس مصر هذا الموسم رغم كل الضغوط وكل المباريات المتتالية وتلاحم المواسم وبطولات أفريقيا المتتالية. يعني انت الأهلي لعب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد كده ابتدى في البطولة اللي بعديها على طول، فأكيد ضغط ومؤجلات كتيرة جدا، فالراجل ده بصراحة يعني بيعمل مجهود كبير جدا لازم نوجه له التحية، واللي بيقول بنتمنى عودة الجمهور بشكل طبيعي للمدرجات. وأعتقد أن دي هتكون إحدى الأهداف الأساسية بالنسبة للمسؤولين عن الرياضة المصرية، سواء طبعا وزارة الشباب والرياضة أو عن الرياضة المصرية، أن شاء الله الأمور تعود بشكل طبيعي قبل بطولة الأمم الأفريقية يكون في عدد كبير في المدرجات خلال مباراة الدوري. خلينا نروح سريعا للواء علي درويش طبعا المسؤول عن استاد او هيئه ورئيس هيئه استاد الاهلي، يسؤول عن بطولات في ظل تواجد نجم وفرعون زي محمد صلاح بيسعدنا ودايما بنتابعه، تبقى حاجه كويسه جدا لو قدر انه يحقق بطوله لفريق ليفربول. وده الكلام اللي قاله محمد صلاح، قال ان هو سعيد ان هو هيضحي بحلمه من اجل تحقيق حلم ليفربول. اللي هو ايه؟ محمد صلاح حلمه ان هو يحقق بطوله دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، لان ده طبعا اي حلم لاي لاعب في العالم ان هو يحقق هذه البطوله، يمكن اقوى البطولات طبعا بالنسبه لكره القدم على مستوى. وفي المقابل جمهور ليفربول الهدف الاهم بالنسبه لهم، يعني تخيل الهدف الاهم بالنسبه لهم ان هم يحققوا بطوله الدوري الانجليزي، رغم طبعا بطوله دوري ابطال اوروبا هي الاهم اكيد يعني، لكن بالنسبه لهم لان هم من سنه 90 ما خدوش البطوله دي، يعني 29 سنه تقريبا، فبالتالي مهم جدا بالنسبه لهم ان هم يحققوا هذا اللقب، لان فريق ليفربول في الحقيقه فريق كبير هذه البطوله سابقا يعني. فهو قال انا مستعد ان انا احاول احقق الدوري الانجليزي على حساب تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا، عفوا بطوله دوري ابطال اوروبا، وهو هدفي الاساسي. دوري ابطال افريقيا مسيطره علينا يا جماعه، عشان احنا مجهولين بصراحه على مباراه صعبه جدا، نتمنى ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، وزي ما الاهلي ان شاء الله يكون موفق باذن الله كمان صلاح يكون موفق، مش تحقيق بس بطوله الدوري، ويسعد الجمهور يجعله أكثر سعادة بالحصول على البطولتين، بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضا بطولة الدوري الإنجليزي، نتمنى تبقى حاجة كويسة جدا. في نفس السياق بتحديد ليفربول، يورجن كلوب وده من بوابة الشروق، قال إن ليفربول لازم يؤدي أداء استثنائي في مباراة بايرن ميونخ، وهي مباراة هتكون صعبة جدا في الأليانز أرينا في ألمانيا بعد مباراة الذهاب اللي انتهت من التعادل 0-0 ما بين الفريقين. فبالتالي هتبقى مباراه صعبه جدا على الفرقتين، بايرن ميونخ هيحاول ان هو ما يستقبلش اهداف، ليفربول هيحاول ان هو ما يستقبلش اهداف ويحرز اهداف برضه، لان الهدف خارج الملعب هيكون مهم جدا بالنسبه لهم وهيديهم افضليه كويسه جدا. فبالتالي هنشوف مباراه بكره هتكون قويه جدا ما بين الفرقتين، نتمنى كالمعتاد ان شاء الله ليفربول يتالق، محمد صلاح يساهم، مش مهم يجيب اجوان، مش مهم خالص، المهم انه يساهم في فوز فريق ليفربول على بايرن ميونخ والتأهل للدور المقبل لبطولة الأمم أو عفوا بطولة الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا. عايزين بريك صح؟ ماشي. طيب خلينا نروح لفاصل إن شاء الله، هنرجع نواصل كل الأخبار اللي معانا في حلقة كلام في الميديا النهارده، استنونا. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، فقرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة. بيسعدني إن احنا نستضيف في هذه اللحظات الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. أستاذ رامي مساء الفل عليك. مساء الخير أخبارك إيه؟ أمير وحشني جدا. أنت أكتر. ويعني ببقى سعيد لما أكون موجود معاك وكل السادة المشاهدين قناة الأهلي. أهلا بك. طبعا يعني هنتكلم وهنستفيد مع أستاذ رامي في كل ما يخص النادي الاهلي بتحديد المباراه القادمه، طبعا المباراه الهامه جدا امام فريق شبيبه الثوره الجزائري، لكن في خبرين بسرعه عايز اتكلم فيهم. الخبر الاولاني وهو خاص بعشاق ريال مدريد، ودي كان حاجه كنا عايزين نختم بيها الفقره العالميه في فقرات الحلقه النهارده. طبعا كل عشاق ريال مدريد فرحانين جدا بالقرار الرسمي اللي صدر بالامس بتعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد بعد غياب 8 شهور بس
عن تولي هذه المسؤوليه. راح السولاري اللي نتائجه ما كانتش جيده اطلاقا، وبالتالي ما قدرش لا كاس اسبانيا كاس الملك ولا الدوري الاسباني، وكمان خرج من الشامبيونز ليج بعد 3 بطولات متتاليين قدر الفريق الملكي انه يحققهم. ففي حاله من السعاده الكبيره عند كل عشاق ريال مدريد وانا منهم برضو. وكمان الكلام على حسم موقف مارسيلو، مارسيلو الكلام كتير كان الفتره اللي فاتت ان هو ممكن يرحل عن ريال مدريد، لكن زيدان بياكد ان مارسيلو هيكون احد العناصر المهمه، ومين يستغني عن لاعب بحجم وقدرات مارسيلو رغم حتى تالق ريجلو الباك ليفت الشاب لفريق ريال مدريد. من ضمن كمان الاخبار المهمه واللي هناقش فيها طبعا استاذ رامي، وبتحديد محمد صلاح لاعب منتخبنا المصري وليفربول الانجليزي، واللي نزل تويتايه في طبعا على حسابه الشخصي على تويتر من حوالي بالظبط 12 دقيقة. ويا ريت لو تعرفوا تعرضوا لنا يا جماعة التويتة بتاعت محمد صلاح. جاهزين؟ طيب أول ما تبقوا جاهزين بالتويتاية دي قولوا لي عشان لازم نناقش فيها ونتكلم فيها بشكل مفصل، وهتكلم فيها كمان مع الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. ملفات كتير عايزين نتكلم فيها، لكن الأهم طبعا مسيرة النادي الأهلي خلال الفترة دي، وبتحديد المسيرة الأفريقية. توقعاتك للمباراة المقبلة، أو كيف ترى المباراة المقبلة المصرية أمام فريق شباب الثورة الجزائري؟ لا هي الحقيقة مش تفيش توقعات، يعني النادي الأهلي لازم يكسب إن شاء الله طبعا، يعني ما فيش أي نوع من التوقع غير الفوز، وإن النادي الأهلي يحقق الفوز ده اللي هو الطريق أو السبيل الوحيد بالنسبة له عشان يقدر إن هو يتأهل للدور الثاني ويسعد جمهوره، ويحاول بقدر الإمكان إن هو يعوض الإخفاق بتاع النسخة الماضية. مش النسخة الماضية بس، اللي قبليها يعني، أنا أقصد يعني مش اللي قبليها بس. الأهلي كان بقاله أكتر من 5 سنين ما بيفوزش بالبطولة، فكان صعب على الجمهور. الأهلي يمكن أقرب، يعني كان الأقرب شوية في النسخة اللي فاتت طبعا، وكان يعني على أعتاب طبعا إن هو يحقق البطولة، لكن طبعا هو القدر وظروف الكورة والأشياء اللي حصلت مش عايزين نرجع لها تاني. لكن النادي الأهلي المفترض النهارده كل اللاعبين، كل الجهاز الفني، كل القائمين على الكورة في النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي، جماهير مصر، احنا عندنا النادي الأهلي وعندنا النادي الزمالك، النادي الزمالك عنده برضه مهمة برضه، يعني كلنا لازم نتكاتف لأن الفرقتين بيمثلوا مصر. فالنادي الأهلي النهارده على اللاعبين الكبار على اللاعبين الصغيرين ان هم يقعدوا مع بعض، ان احنا المباراه اللي جايه دي تحدي بالنسبه لنا مهمه جدا في مشوارنا مع النادي الاهلي، سواء الصفقات الجديده او حتى الكباتن الكبار في الفرقه، الجهاز الفني نفسه يعني برضو يجب ان يعني يضع في اعتباره الموضوع ده كويس قوي، ان دي نقطه تحول في مستقبله داخل النادي الاهلي. مباراه ما تقبلش الاسم على اثنين، مفيش حل غير الفوز. فاعتقد ان الفوز هو ده السبيل الرئيسي بالنسبه للفرقه. اعتقد ان النادي الاهلي عنده من القدرات وعنده من الامكانيات ان هو يقدر ان هو يحقق الفوز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنخرج للحظات عن مباراه الاهلي وشباب الثوره، وهنرجع نتكلم عليها بكل تاكيد تاني، لكن عايز اروح يا ريت تعرضوا لي يا جماعه التويته بتاعت محمد صلاح على الشاشه واللي قالها بالظبط من حوالي يعني 15 دقيقه. هي التويته طبعا زي ما حضراتكم شايفينها، وقال ان هو مندهش جدا من بعض الناس اللي واقفه ومستنيه اي خطا او اي كلام علشان يفسروه بالطريقه اللي تيجي على مزاجهم. من الواضح ان ده بقى الطبيعي، وتصيد واضح على كلام واخطاء غير مقصوده. هو موضوع ايه؟ موضوع ان امبارح صلاح قال البعض يمكن بيتكلم علشان انا وصلت لمكانه ما حدش وصل لها قبل كده، سواء لاعب عربي او مصري او افريقي في على مستوى العالم بشكل كامل، يعني بالتحديد فيش لاعب عربي او مصري او افريقي وصل المكانه اللي هو وصل لها. فالبعض خد التصريح ده بما ان صلاح بقى مغرور جدا، وصلاح شايف نفسه، وصلاح فاكر ان هو ايه، وقعدوا يعملوا مقارنات مع دروكبا وايتو. يا جماعه احنا ليه بنكبر المواضيع؟ الراجل قال اهو خلال التويتايه بتاعته منذ قليل، قال ان كلام غير مقصود اطلاقا، ولازم نفضل ورا نجم كبير بحجم محمد صلاح، مش لازم ان احنا نحاول نطلع اي غلط لاي حد وخلاص في اي مهنه او اي طبعا لاعب في كره القدم ممكن يكون مش موفق لبعض الفترات، فنقعد نقول ده خلاص بقى صلاح عصره انتهى، صلاح مش عارف قصده على ايه، مش عارف، كلام كله مالوش يعني موقع من الاعراب. نتمنى ان تكون في مسانده قويه لمحمد صلاح. تعليقك.
لا هو انا مختلف مع محمد صلاح في ان هو يكتب تويتر يعني عموما يعني اصلا ليه بقى؟ اهم ما يميز محمد صلاح يعني في السنتين ثلاثة اللي فاتوا ان هو كان راجل بيشتغل بس، بيركز بس، وبيلعب بس، وبيجتهد بس، وبيتمرن بس، وما بيتكلمش كتير كويس، وما بيقولش تصريحات، وما بيطلعش في الاعلام، وبيرفض ان هو يحصل اي نوع من التواصل مع اي حد عموما سواء اعلام او غير اعلام. ده للتركيز، ده ما انا بقول لك للتركيز. فده اللي وصل محمد صلاح للمكان اللي هو فيه. بعتقد ان هو لما هيشغل باله وهيلتفت لان فلان في على مستوى مثلا قاره كذا او دوله كذا كتب، وان فلان مش عارف ايه قال، واصل البرنامج اللي طلع في انجلترا وقال مش عارف ايه، لو هو شغل نفسه بالامور دي كلها محمد صلاح هيبدا يعمل كامباك. مش هيقدر ان هو او مش هيقدر، هيقل تركيزه، وده هينعكس على مستواه وعلى اهدافه اللي هو عايزها. هو راجل خد هداف دوري انجليزي، خد احسن لاعب دوري انجليزي، خد احسن لاعب في افريقيا، كل ده نتيجه احسن لاعب في العالم، طبعا كل ده كان نتيجه تركيز واجتهاد وتدريب وتركيز على الكره فقط، الهدف بتاعه. اما ان هو هيقعد يشغل نفسه بالامور دي، اعتقد ان دي مش هتودي ولا هتجيب، وفي نفس الوقت خلي ذهنه مشتت، هتأثر على أدائه طبعا مع ليفربول. واعتقد ان لازم كل الناس تحاول تاخد محمد صلاح كمثل تحقيق اهدافهم. طبعا انت عشان تحقق هدفك لازم تركز عليه كويس جدا، ولازم تتعب عشان توصل لهدفك. وده زي الكلام برضو اللي قاله محمد صلاح امبارح، قال ان احنا عندنا شويه البعض بيبقى عايز يوصل للهدف بتاعه من غير ما يتعب. لا، ما ينفعش توصل للهدف بتاعك من غير ما تتعب، لازم تتعب وتعمل مجهود كبير جدا وتاخد الموضوع خطوه خطوه عشان توصل للهدف الاساسي بالنسبه لك وحلمك عشان يتحقق. وده اعتقد اللي بيحققه. لا، وكمان برضه امير، محمد صلاح شئنا ام ابينا، هو اتكلم او غيره اتكلم او غيره علق او ايا كان، محمد صلاح اصبح دلوقتي في مكانه مختلفه خالص عن اي حد موجود طبعًا يعني طبعًا. سواء على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي الافريقي، ده ما فيش كلام فيه يعني، شيء مفروغ منه، ما فيش، مش محتاجين ان احنا نجمله او نلمعه او نطلع نقول اصل محمد صلاح. لا بالعكس، محمد صلاح هو اللي حاليا الناس بتتكلم عن من نفسها عنه. مش محتاجين يكون في حد زي ما بيحصل في بعض الدول او بعض اللاعبين يحتاج ان حد يكون ليه اذرع، حد يكون ليه ناس بتسنده. هو ما بقاش محتاج ده محمد صلاح دلوقتي. فبالتالي محمد صلاح عليه ان هو يرمي الكلام ده خالص من ورا ظهره. ركز في طريقك، ركز في مشوارك، انت فرس، الفرس لا يلتفت للفرس اللي جنبه. الفرس في طريقه ما بيلتفتش للفرس اللي جنبه. لازم يوصل للطريق بتاعه او نهايه الطريق بتاعته ان شاء الله. واكيد نتمنى له كل التوفيق في مباراته غدا صعبه جدا امام فريق بايرن ميونخ. نرجع لموضوعنا، مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، وانت طبعا شايف ان هي اكيد مباراه صعبه زي ما الكلام اللي انت قلته من شويه. ازاي الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبه، وايه اللي يتم التركيز عليه قبل هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه للفريق؟ الجانب النفسي مهم جدا. الجانب النفسي طبعا كويس. الجانب النفسي مهم جدا، لان كمان المباراه هيبقى فيها جمهور كويس. فكره ان النادي الاهلي او بعض انه تكاب تلعب تظهروا في الدقيقه 70. لا، حسين الشحات اعتقد نزل بعد الهدف. لا لا لا، الاثنين نزلوا قبل الهدف. كويس، لو احنا غلطانين يا جماعه يا ريت تقولوا لنا، لكن الاثنين نزلوا قبل الهدف ما يجي فيك. فبالتالي هو كده الراجل ما تاخرش، بالعكس هو كان عايز كمان يخطف هذه المباراه. ولو سي هو بيتاخر في التغييرات، لو رجعنا على مدار مباريات الاهلي في الدوري، التاخير ده بيجيب نتيجه، بدليل النادي الاهلي قدر ان هو يفوز سواء باداء او بنتيجه جيده. لكن في كل الاحوال، هل ترى ان هو مدرب مبشر لتحقيق طموحات النادي الاهلي؟ لا، هو احنا مش مختلفين على ده. وانا بقول لك ان بصمات، في بصمات واضحه ليه كويس موجوده، وفي تغيير في بعض في الاداء داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش بيعمل النوع من الباص السريع كويس، ما كانش بيعمل فكره الهجمه المرتده الى حد ما بالشكل اللي بتعمل بيه دلوقتي. ما كانش فيه شغل بيحصل عن طريق علي معلول. ما كانش فيه ده من قبل ما يجي لاسارتي. ده اتغير. لكن انا وجهه نظري فيما يتعلق بان الراجل ما بيقدرش في صعوبه في بعض التعامل، فلما بيجي فينا هدف او بنتاخر. النادي الاهلي بيتاخر في احراز هدف. يعني فكره تغيير شكل المباراه. طب دي اللي انا شايفها. مثلا التغييرات اللي عملها في مباراه الاهلي والجونه، تمام، الاهلي كان خسران 1-0،
تغييرات، نزل جيرالدو، نزل على ما اتذكر بعض اللاعبين، يعني تغيير مش عايز يعني عشان ما نكونش ناسي بالظبط الاسماء، لكن غير سواء في طريقه اللعب او في الافراد اللي هم ادوا له الافضليه في الفوز بالمباراه. وفعلا قدر النادي الاهلي في اخر 12 دقيقه ان هو يفوز، يجيب هدفين ويكسب، دي ايضا حاجه تحسب له. واكيد برضو التوقيتات التغييرات بترجع للمدير الفني وبيحاسب عليها في الاخر، لكن الواضح لحد دلوقتي ان احنا هنحاسبه على ايه؟ الراجل عمل تغييرات اعتقد كلها بشكل جيد سواء مبكرا او متاخرا، يبقى على حسب رؤيته، وهو ليه كل الحريه في هذه الجزئيه، مع احترامي طبعا لرايك يعني بكل تاكيد يعني. لا لا انا مش احنا ما فيش اختلاف ما بيننا يعني، دي نقطه. النقطه الثانيه مباراه الجونه، معلش انا برضو لازم يعني افصل ما بين قدرات مع احترامي كامل يعني نادي الجونه والفريق فيتا كلوب، يعني في فرق في طبعا أكيد في طبعا في فرق بين الفرقتين، فالمفترض ان النادي الاهلي اساسا ما كانش يتاخر قدام الجونه يعني، ده المفترض، لكن الكره موجود فيها طبيعي، خليني اقول لك يعني. لكن ده ما هوش اي نوع من لاسارتي، لان انت انا حاسس ان انت فهمت ان لاسارتي عنده مشاكل او عنده ازمات. لا انا كل اللي انا بقوله كويس، ان انا الراجل عنده من البصمات واضحه جدا مع النادي الاهلي في خلال الفتره اللي هو موجود فيها. تمام. النادي الاهلي تغير بعض ادائه وشغل التكتيكي واداء بعض اللاعبين، يعني انا عايز اقول لك ان يعني مثلا يعني هل احنا النهارده كنا بنشوف كريم ندفد في الفتره اللي فاتت نفس المستوى اللي نفس المستوى ده؟ راجل في تقريبا اربع خمس ماتشات او ست ماتشات جايب اربع اهداف. كويس، بقى ليه دور موجود بيعمله. طيب هم بيقولوا لي التغييرات كانت في الدقيقه 70 و75 زي ما انا قلت لك. تمام، الدقيقه 70 نزل ازارو و75 حسين الشحات. طيب يعني قبل الهدف يعني برضو انا اقصد برضو في تغيير وانا متعادل ومحتاج ان انا اكسب مباراه، خليني برضو اقول لك ان دي متاخر. يعني ليه متاخر؟ لان حتى لو عندك لعيب اتغير مع بدايه المباراه على الاقل اعمل تغيير. طب لو عملت التغييرات بدري افرض اتصاب لك لعيب او اثنين هتعمل ايه؟ لا لا ثانيه واحده، انا ببقى هو عمل تغيير محمد شناوي تراري، اوكي. هيبقى فاضل له تغييرين. التغييرين هيقسمهم ما بين الدقيقه 60 او 65 عشان اقدر ان انا الراجل اللي نازل في الدقيقه 70 ده قدامه قد ايه الماتش يخلص؟ ثلث ساعه. كويس قوي، قبل ما ياخد على المباراه في قدامه قد ايه؟ معلش مع احترامي طبعا لرايك الكامل، اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي او في اي انديه كبيره ما فيش حاجه اسمها ان انا استنى هاخد وقت قد ايه عشان اخد على المباراه. لا، لعيبه النادي الاهلي قدراتها دي كوره. اوكي دي كوره، بس انت لعيب اكيد بتتابع ومركز في المباراه وانت قاعد على الدكه بشكل كبير جدا. كويش. فلما هتشارك انت عارف دورك والتعليمات اللي حواليك الجهاز الفني هتقوم بيها، مش هتحتاج او تستنى ان انت تاخد وقت عشان تدخل في المباراه. لا، احنا بنشوف بعض المدربين بيعملوا تغييرات وبتعمل اضافات في الدقيقه 80 و85 وفي الوقت بدل الضايع بيبقى تغيير عشان يضيع وقت، مثلا سيبك من الوقت والضيع، لكن التغييرات اللي بتبقى في 80 و85 ساعات بتطفي او ساعات بتجيب نتيجه بالنسبه للفرق بشكل عام. واكبر مدربين في العالم بياخروا تدريباتهم شويه. انا مش بدافع على فكره على لاسارتي وخلاص، انا بتكلم وجهه نظر انا شايفها يمكن جيده، وجهه نظرك اكيد تحترم، وانت ممكن تكون وارد شايف ان هو لازم يغير بدري شويه. لا انا طب والمباريات اللي فاتت نفس الكلام برضو، يعني قبل مباراه فيتا كلوب كان في برضو مباريات كان فيها نوع من التاخير في التعامل معاها. تمام. انا مجمل، هو انا حاسب الراجل على مواعيد التغييرات ولا على النتائج؟ لا لا، مجمل الكلام ان مستر لاسارتي راجل مدرب تولى مسؤوليه النادي الاهلي من حوالي تقريبا اربع خمس شهور ست اربع ثلاث شهور ثلاث شهور ده الشهر الثالث. كويس، ده الشهر من يناير ده الشهر الثالث. كويس كده، من ثلاث شهور اعتقد ان هو لعب ما بين تقريبا من 12 ل 13 مباراه، لعب 10 ماتشات في الدوري، كسب 9 وخسر ماتش، ولعب 5 مباريات في دوري ابطال افريقيا وخسر ماتشين وتعادل ماتش وخسر ماتش. يعني مجمل المباريات بتوعه حوالي 14 او 15 مباراه. تمام. طيب كويس، النتائج بتاعته على مستوى 15 مباراه الى حد ما مقبوله. تمام، او جيده. تمام. الجزء بقى اللي انا بقول عليه ان احنا محتاجين الفتره اللي جايه هو يقدر ان هو ان شاء الله يحاول بقدر الامكان يعني يغير من فكره التدخل في المباراه زي ما كان بيعمل. مثلا انا هقول لك على سبيل المثال يعني مانو جوزيه، كل الجمهور بيعتقد ان مانو جوزيه راجل
ساحر وراجل بيعمل يعني حاجات مش موجوده في الكوره، لكن هي كل الحكايه ان هو كان بيعمل نوع من ريفرش لبعض اللاعبين، يحصل نوع من التغيير داخل الملعب. تمام، هي في الحقيقه مناقشه في مصلحه النادي الاهلي طبعا، كل واحد ليه وجهه نظر، ووجهه النظر دي في الاخر عشان مصلحه الفريق في النادي الاهلي. ونتمنى كل التوفيق لمستر مارتين لاسارتي في هذه المهمه القويه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الدوري، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباراه الحاسمه والمصريه المقبله امام فريق شبيبه الثوره الجزائري. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع، للاسف الوقت داهمنا، وانا كنت مبسوط جدا ان حضرتك كنت معايا النهارده، وبشكرك شكرا جزيلا. اشكرك، وان شاء الله باذن الله نيجي من الاسبوع اللي جاي بدري شويه، بعد لا نيجي بعد مباراه النادي الاهلي ونحتفل ان شاء الله باذن الله. يعني النادي الاهلي طبعا وجوده في افريقيا او وجوده في بطوله افريقيا مهم جدا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، كل التمنيات والدعوات لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في مهمته الوطنيه بالفوز على فريق شبيبه الثوره ان شاء الله يوم السبت القادم، والتاهل كاول مجموعه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وتحقيق هذا اللقب الهام جدا، وهو ده الهدف الاسمى بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنوني وحلقه جديده، الى اللقاء.